في إطار دورها المحوري لمد جسور التعاون الدولي مع الدول الصديقة، تنظم وزارة الداخلية دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية في مجال الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان. نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية لكوادر الأمنية الأفريقية في مجال الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في إطار حرص مصر على دعم أشقائها من الدول الصديقة بخاصة في المجال الأمني. تضمنت الدورة جانباً نظرياً علمياً بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما تضمنت جانباً تدريبياً أتاح للمتدربين الفرصة للتدريب في المعاهد التدريبية الأمنية المصرية المتميزة وبما يحاكي الواقع العملي. وقد أشاد المتدربون بالخبرة الأمنية المصرية وكفاءتها وبحرص مصر الدائم على تقديم الدعم الفني والتدريبي لأشقائها الأفارقة في كافة مجالات العمل الأمني لتحقيق الاستقرار في بلدانهم. pour cette formation qu'ils nous ont fournie et là je voulais remercier aussi également les instructeurs qui étaient là. comment utiliser des méthodes pour pouvoir aborder encadrer d'autres collaborateurs pour pouvoir mieux assimiler la proximité auprès des usagers. so on behalf of my government, on behalf of the police of the Republic of Mozambique and my own, I'd like to thank the government of the Arab Republic of Egypt for this opportunity was granted to all of us. وعلى هامش الدورة تم تنظيم زيارة للكوادر الأمنية المشاركة فيها لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الرائدة في الإصلاح والتأهيل والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. شاهد الكوادر الأمنية النقلة النوعية في المنظومة العقابية في مصر من خلال المرافق المتطورة الموجودة داخل المركز والتي توفر رعاية صحية متميزة عبر المركز الطبي المتطور المزود بأحدث التقنيات الطبية وغرف رعاية وعناية وعمليات فائقة قادرة على تقديم الرعاية لكافة الحالات المرضية. I have seen a very nice and beautiful hospital here that is equipped with everything. We have witnessed all different departments. Et on soigne beaucoup de maladies. C'est-à-dire qu'un détenu quand il arrive ici, il se sent à l'aise. يضم المركز بين جنباته مرافق الإصلاح والتأهيل المتنوعة التي شاهدها الكوادر الأمنية والتي تعمل على إصلاح وتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم وفق برامج إصلاحية متطورة ذات أبعاد إنسانية مع إصقال مهارات النزلاء الفنية والحرفية تحت إشراف نخبة من المتخصصين. même il se soucie du bien-être notamment de la santé. إشادة واسعة من الكوادر الأمنية بهذه التجربة الفريدة في الإصلاح والتأهيل التي تنتهجها مصر والتي انعكست على سلوكيات النزلاء عقب الإفراج عنهم وساهمت في دمجهم في المجتمع مطالبين بالاستفادة من هذه التجربة في بلدانهم. هذا المركز كان أعلى مستوى وبودي أن أحمل هذه التجربة إلى بلدي. parce que nous avons vu que Le droit de l'homme est très respectant par rapport à l'accueil des détenus. وقد أقيمت احتفالية عقب انتهاء الدورة تسلم خلالها المتدربون شهادات التخرج وسط إشادة بالخبرة الأمنية المصرية وكفاءتها وبحرص مصر الدائم على تقديم الدعم لأشقائها في كافة مجالات العمل الأمني لتحقيق الاستقرار في بلدانهم.